Selanjutnya kami panggil Kori dengan nomor peserta TQ 120 akan membaca pada surah Al-Maidah dari ayat 67 sampai dengan seterusnya halaman 119. Kori dengan nomor peserta TQ 120 akan membaca pada surah Al-Maidah dari ayat 67 sampai dengan seterusnya halaman 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم
صدق الله.